السلام عليكم. في هذا الدرس رح ناخذ الكاستم منيو ايتم. شو هو الكاستم منيو ايتم؟ لو انا بدي مثلا اضيف تكست فيلد، بدي اضيف سلايدر، بدي اضيف بوتون، يعني بديش مثلا بس تشيك واضيف مثلا تشيك بس واللي هي راديو واضيف سيبريتو، لا لو انا مثلا بدي اضيف سلايدر او اضيف تكست فيلد زي هذا، شايفين هذا تكست فيلد كله، كيف انا ممكن اضيف زيه؟ حاجه اقول له مثلا اعرف له اوبجكت من كلاس كاستم منيو ايتم، هسميه مثلا اس 1 او مثلا سميه ايش اللي هي اس مثلا، تمام، اس ام اي ويساوي نيو كاستم منيو ايتم. هلا ايش بياخذ؟ بياخذ نود، تمام. ايش النود هذا بياخذه؟ ممكن يكون اللي هو حكيت لك، ممكن يكون سلايدر، ممكن يكون تكست فيلد، ممكن يكون بوتون، ممكن يكون ليبل، اني ثينج، تمام. طيب حاجه اعرف له مثلا هنا بدي اشيل هاي، واعرف له مثلا فوق هنا سلايدر، بضيف سلايدر لهدف طبعا، بس بقول هنا سلايدر اسميه مثلا سلايدر، تمام بالشكل هذا. حاجة كله هنا انشئ لي السلايدر، كيف بدي انشئه؟ بس بقول هنا سلايدر ويساوي نيو سلايدر. السلايدر هذا حدد المينيمم، مثلا اقل اشي بدي يكون 12، والماكس يكون مثلا 60، وهذا يكون 14 الفاليو، تمام. طيب قلت هنا انشأت سلايدر، السلايدر وين حضيفه؟ حضيفه على الكاستم، بقول له ايش سلايدر بالشكل هذا. طيب بعد كده ايش حقول له؟ حقول له الكاستم هاي وين بدك تضيف لي اياها؟ ضيف لي اياها مثلا في الفيو، وين الفيو؟ هاي الفيو. قول له جيت ايتم اد اول، بقول له ايش فاصله اللي هي الاس ام اي بالشكل هذا. حاجه اعمل له هنا ران، تمام. حاجة أقول له هاي الفيو وعمل لي إيش، شايفين هاي السلايدر، عمل لي إيش سلايدر بالشكل هذا، تمام. عمل لي إيش سلايدر. طب ممكن أضيف تكست فيلد عادي جدا، بس بقول مثلا هنا نيو تكست فيلد، ودي لي مثلا نص، أوكي نص بالشكل هذا. حاجة أقول له عمل لي ون، حاجة أقول له على الفيو هنا، هاي مثلا هنا مثلا هنا عفوا، تمام. بس بقول مثلا هنا ايش محمد الشوا، تمام بالشكل هذا. ممكن اعمل اي حاجه مثلا ودعس انت بالشكل هذا. طبعا ممكن انت يعني هو مش كتير يعني مظبوط انك انت تحط هنا اللي هو تحط تكست فيل، لا يعني مغلط انك تحط مثلا جوا منيو تكست فيل، لان ايش يعني ايش يكتب فيه؟ يعني كده انا فتحت اللي هي المنيو، شو بدك تكتب في التكست فيلد هذا؟ ايش حيسوي؟ طبعا كله حسب الافكار تبعتك انت ممكن تبدع. لكن احنا حنوجهها سلايدر. هذا هو بالنسبه للكاستم منيو ايتم. طبعا لو جيت هنا الاس ام اي وقلت له ضغط، معناه ممكن نقول له هنا السيت مثلا تغير له اللي هو التكست، اذا كان يعني بياخذ تكست ممكن اقول له هنا ادي له مثلا جرافيكس، ادي له اختصار، ممكن اعمل له ستايل، anything، اوكي تمام. ان شاء الله يكون درس بسيط، وعرفنا شو هو الكاستم منيو ايتم. نشوف الدرس القادم والسلام عليكم.